فخامه الرئيس طول الوقت رجل يهتم بالتفاصيل بل بأدق أدق التفاصيل. حلو. ويمكن كلنا وإحنا بنتابع رئيس الجمهورية في أحاديثه، في زياراته، في افتتاحات، في مؤتمرات، في كلمات إلخ إلخ، تجد أن رئيس الجمهورية يتحدث دائما بأرقام في منتهى الدقة، فلا يتحدث إلا بالحقيقة والرقم. الرئيس مهتم جدا بمسألة دعم القطاع الزراعي. طيب، وبالتالي وجه بهذا الدعم. تعالى نشوف مع دكتور محمد القرش، منورنا ومشرفنا على التليفون، المتحدث باسم وزارة الزراعة. ازيك اولا يا دكتور؟ ازيك يا يوسف؟ ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، سعيد بتواجدي مع حضرتك. لا ده احنا اللي اسعد والله. قول لنا، يعني الرئيس وجه بتوفير اقصى، وهنا بقى ده تعبير مهم قوي، اقصى درجات الدعم لقطاع الزراعه ولاخواننا المزارعين. السؤال بقى، وما هي اقصى الدرجات؟ يعني كيف تراها الوزاره في هذه الحال؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا يوسف، والحقيقه احنا شايفين على مدار الاعوام الماضيه، يمكن من اول 2013 او 2014، والدوله المصريه بتعمل بكل ما وتات من قوه لتدعيم قطاع الزراعه. شفنا مشروعات عملاقه للتوسع في الصحراء، شفنا مشروعات عملاقه لتحليه المياه ومعالجه المياه علشان نوفر الموارد اللازمه لعمليه الزراعه. النهارده احنا بنتكلم على تطوير انتاجيه وحده الارض ووحده الميه، وان احنا نخدم الفلاح ونوفر له المستلزمات الزراعيه ونوفر له كل احتياجاته ونساعده على تعظيم انتاجه، سواء بقى من خلال تطوير البحوث اللي بتساعد على توفير افضل انواع من التقاوي، ان احنا نوفر تقاوي محاصيل الخضر واللي اطلقنا ليها مشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر والفاكهه محليا، ان احنا نبدا ننفذ منظومه الزراعه التعاقديه اللي تعتبر حافز للفلاح وتساعده على زياده انتاجه، ان احنا نوفر للفلاح المستلزمات الخاصه بيه علشان نقدر نعظم من انتاجيته ونساعده على تحقيق افضل انتاجيه ممكنه، ان احنا نوفر له ونسخر له كل الموارد المتاحه لدى الوزاره من اجل ان يحقق تعظيم للانتاج و تطوير للإنتاج وزيادة في قدرته الإنتاجية وجودته كمان، علشان يكون عنده القدرة التنافسية. والحقيقة احنا شفنا القدرة التنافسية للدولة المصرية في قطاع الزراعة زادت بشكل كبير، وشفنا ده في حجم الصادرات اللي بيتضاعف وبيزيد بنسب كبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة جهود الدولة المصرية، ودي جهود متراكمة وعمل متراكم وعمل كبير حققته الدولة المصرية علشان نخدم ونساعد الفلاح المصري، وسنظل ونعمل في هذا الإطار وفي ظل توجيهات القادة السياسية في هذا الشأن. طيب ده كلام حلو جدا. أنا يمكن في بالي يا دكتور محمد القرش وحضرتك بتتكلم إنه الرئيس ذهب لزيارة مصنع سايلو فودز اللي في مدينة السادات، وهناك شفنا عرض لإحياء تاني قهوة وإدفينا، ودول قلعتين صناعيتين في مجال التصنيع الغذائي كانوا ملء السمع والبصر. وقهة دي بالذات ليا معاها ذكريات، لأنه خالي عبد الوهاب اللي رباني وصاحب الأفضل عليا كان مهندس في قهة زمان، وخدني وداني مصنع قهة مرة من المرات. وبعدين عدت السنين، وزي ما حضرتك عارف التاريخ والسن والزمن بيعمل أفعيله في المصانع أحيانا. الحمد لله أنه هيتم إنقاذهم وإعادة إحيائهم. سؤالي بقى، إحنا كوزارة أو وزارة الزراعة، شفتني وأنا بقول إحنا، بعتبر نفسي واحد من حضراتكم طبعا، شرفنا. لا ده أنا اتشرف. هنعمل إيه لدعم قطاع التصنيع الزراعي؟ وأنا أظن الأزمة الأخيرة محسسانا أكتر بأنه لازم ندعم هذا القطاع، صناعة الأعلاف وصناعة العالقة وصناعة الأسمدة وكل الحاجات التي تسببت في أزمات. يعني الحقيقة احنا شايفين اهتمام الدولة مش بس بالزراعة، ان احنا نحط البذور في الارض ونطلع انتاج ونوفر الموارد اللازمة لده، انما الاهتمام بيبدأ من قبل كده، وحتى كمان بعد عملية الحصاد بيبقى فيه الاهتمام في هذا الإطار. هنلاقي مثلا ان احنا بنعمل عقود علشان نوفر التقاوي في منظومة القمح مثلا على سبيل المثال. احنا كنا بننتج حوالي 20,000 طن من تقاوي القمح، النهارده احنا بننتج 150,000 طن من تقاوي القمح، تقريبا بتحقق نسبه 75% من التقاوي المعتمده ان احنا بنديها للفلاح علشان نساعده على تعظيم انتاجه. دي نقطه.
يقوم الفلاح يزرع في كل المعاملات بتاعته في المحاسيب بتاعته، ثم يبدا عندنا عمليه التصنيع ومعاملات ما بعد الحصاد. هنلاقي الدوله المصريه خصصت في مبادره دعم القدرات الانتاجيه يعني عمليه تمويل باسعار مخفضه. شفنا مشروع او برنامج التنميه الزراعيه اي دي بي من خلال وزاره الزراعه بيقوم بتوفير التمويل اللازم للمزارعين والفلاحين والمنتجين من الشباب في قرى وريف مصر، نساعدهم ان هم يعظموا من انتاجهم ويفتحوا فرص انتاجيه جديده ويحطوا قيمه مضافه على الانتاج الزراعي، وده بيرفع من القيمه التسويقيه. اكيد احنا محتاجين نشتغل على هذا الملف بشكل اكبر، ودعم الدوله في هذا الاطار من خلال صندوق المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر او جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر، ايضا من خلال برنامج التنميه الزراعيه التابع لوزاره الزراعه، ايضا من خلال المبادرات التمويليه اللي بيتم اطلاقها وتتحمل تكلفتها لوزاره الماليه الحقيقه والدوله المصريه علشان تساعد الراغبين في التوسع في العمليه الانتاجيه اللي يخدم ويحقق طفرات في رفع القيمه المضافه على الانتاج الزراعي، لان دي اولويه الحقيقه. واحنا شفنا زي ما حضرتك ذكرت كده مثلا منظومه الاعلاف، احنا محتاجين ان احنا مش بس نزرع، احنا محتاجين نقوي القدره الانتاجيه كمان في عمليه التصنيع وما الى ذلك. عشان كده الدوله في الفتره الاخيره احنا يعني خصصنا مليار وربع مليار دولار علشان ندخل شحنات من الاعلاف او من خامات الاعلاف للداخل علشان تقدر تلبي احتياجات المنتجين. وكمان توجيه السيد الرئيس النهارده ان احنا نبدا نتوسع في الزراعات التعاقديه لهذه المنتجات اللي احنا كنا بنستوردها اللي هي الذره والصويا وعباد الشمس عشان ننتجها محليا ونحط سعر محفز للفلاح يشجعه انه يزرع كميات اكبر من هذه المحاصيل، وده في النهايه كله مردود ايجابي ومردود جيد يخدم الفلاح ان هو اولا يحسن من مستوى دخله، ثانيا نامن للمصانع وللمنتج الانتاج الداكني او منتج الانتاج الحيواني احتياجاتهم من هذه المنتجات، كمان ده يضمن عمليه استدامه في العمليه الانتاجيه ويخدم الفلاح والمزارع المصري ويخدم المواطن المصري ويحقق مزيج من الامن الغذائي للدوله المصريه. باذن الله باذن الله. انا عايز اشكرك جدا 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 يا دكتور محمد، كل الشكر للدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.